فإذن هلا حنبلش بالتنسيون الترناتيف سينوزويدال. ديفينيسيون: une tension alternative sinusoïdale est la tension qui varie alternativement positive et négative pendant des intervalles de temps égaux appelés périodes. Quelle période? بعد فينا نضيف عليها شوي هون هيدي لأنه ما بكفي إنه qui se répète pendant le même intervalle de temps. كمان لازم يكون عندي et a une valeur moyenne nulle. OK, منضيف عليها هذه الجملة كمان a une valeur moyenne nulle. كيف يعني a une valeur moyenne nulle? Attention. Pendant une période. هي اللي هم نسميها alternance. Un demi-période, نص période. البريود الكامل بنكفي لتحت هيك. Okay. هاي دي كلها سوا période. يعني la période est divisée en deux parties. Okay. Partie positive et partie négatif. Ou bien café. Ah, la tension alternative sinusoïdale. طبعاً ما بتكون رسمة دقيقة إلا إذا كانت مرسومة على الإكواسيون. هذا الأكس اللي هون بنسميه أكس دو تون. أكس دو تي. والأكس فيرتيكال. هذا أكس دو تنسيون. اوكي هاي بنسميها تنسيون الترناتيف سينوزويدال. شو يعني اون فالور بوزيتيف موين نول؟ يعني اذا كان عندي هاي الزيرو هون البوزيتيف يلي بالازرق كل رقم بوزيتيف بالازرق في قباله بالاحمر هون نيجاتيف، اذا بجمعهم مع بعضهم بيطلع زيرو. فاذا اذا بجمع هاي كلها سوا من هون لهون، اذا بجمع كل التنسيون النقاط اللي فيهم هالتنسيون المتغيرين هون مع هول بيطلع عندي زيرو. اوكي دونك لا سوم دو تنسيون دو بوندون اون بيريود انول. هذا البيريود هو من هون لهون بنسميه بيريود. لا تنسيون سو ريبيت شاك بيريود. طبعا هذا من هون لهون او من هون لهون بنسميه بيريود. اوكي ومش ضروري بس من هون لهون، في يكون من هون لهون. اوكي؟ مطرح ما بيتكرر التنسيون. او من هون لهون مثلا، اوكي؟ كلهم هول بيريود. طبعا هن بيمثلوا بالاول اكس، اون فالور اكس دو لا تنسيون اون كاري، يعني اون ديفيزيون، اكس ديفيزيون. وفي عندي على الاكس دو زيغريك هون ايغريك ديفيزيون، هي الايغريك ماكسيمال الامبليتود بنسميها، بتعطيني ايغريك. فاذا الايغريك هاي هي الامبليتود يلي بتعطيني الفالور ماكسيمال دو لاتونسيون، في قبالها طبعا فالور مينيمال اذا اللي فوق ايغريك اللي تحت موا ايغريك. فاذا عده شغلات فينا نستنتجها من هون. عندي الاو ماكسيمال دابري لوسيلوسكوب هي ايغريك فوا sensibilité verticale. Sensibilité verticale représente l'échelle. يعني كل كارو كم فولت عندي؟ بنفترض عندي هون دو كارو، اوكي؟ وباخذ هون sensibilité verticale égale 5 فولت par division. قد ايه بتكون التنسيون بهالحاله؟ égale 2 fois 5. Égale 10 volts. Là, nous avons deux divisions multipliées par 5 volts sur division. Division, on trouve 5 fois 2 volts, yani 10 volts. Ben, la période T représentée par X. La période égale X, il y a un nombre de divisions. De division. Là, nous avons 1, 2, 3, 4. Là, nous avons 4 divisions. والسنسبيليتي عادة بالأوسيلوسكوب
هيدي بسموها sensibility horizontal اللي على الأوريزونتال أو vitesse de balayage وأحيانا بقولوا لها division de balayage كلهم هول نفس العبارة هن زيتون. Dans ce cas بدي أخذ أنا أنا إيجال 2 ملي سكوند par division. فإذا هون البريود هو x fois vitesse de balayage أو sensibility horizontal égal x هي 4 هون 4 ديفيزيون حسب ما انا قسمتهم fois 2 ملي سكوند بار ديفيزيون ديفيزيون بتروح يعني بيطلع عندي 8 ملي سكوند. طيب اذا قدرنا نعرف البريود ومعي الاي ماكسيمال في يجيب من خلال البريود الفريكونس f ايجال ان سور la période يعني 1 sur 2 بس ضروري هون نحول ل سكوند دون لو سيستم انترناسيونال يعني 500 هرتز هاي الفريكونس. كمان في يجيب الاوميجا مثل بالميكانيك نفس الشيء الاوميجا اون راديون سور سكوند هي 2 بي سور لا بيريود او 2 بي و لا فريكونس يعني تطلع 1000 بي راديون سور سكوند. هلا بنشوف بالتفصيل شو هي الاوميجا. بعد في شغله واحده لازم نحطها هون بال تنسيون الترناتيف سينوزويدال من خلال الديفينيسيون تاني هاي لا فالور افيكاس دو لا تنسيون الترناتيف سينوزويدال هون فوق كان عندي ديفينيسيون دو لا تنسيون الترناتيف سينوزويدال هاي الديفينيسيون وهون عندي فالور افيكاس سي لا فالور دا فالور افيكاس دون تنسيون الترناتيف سينوزويدال سي لا فالور سوري سي لا فالور دو لا تنسيون كونتينو كي بروفوك كري او بورن دو ميم كوندكتور اوميك لو ديجاجمون دو لا ميم كونتيتي دو شالور بوندون لو ميم انترفال دو تون. واضحه؟ هول ديفينيسيون ماخذينهم كنا بالبريفي اذا مذكرين مراجعه سريعه عليه. اسكريات كيستيون؟ بس انا ما فهمت الفرق بين اس اش واس في. SH اشل SH فيتيس دو بالياج وديفيزيون دو بالياج حسب ما بيقولوا لهم بالمتعارف عليهم كلهم هول هن سنسيبيليتي اوريزونتال يعني كل كارو كل كارو بالاوريزونتال كم ملي سكوند بيطلع او كم سكوند او كم ميكرو سكوند انتبهتي كيف اشل هون حسب ما انا بحطها على الاوسيلوسكوب لو معي اوسيلوسكوب هون كنت انا بدي برومها بحطها مطرح ما بدي اوكي هي الدولاب اللي بنبرمه نحن على 2 ملي سكوند 3 ملي سكوند 4 ملي سكوند حسب ما نحن بدنا او بالميكرو احيانا بالميكرو سكوند اوكي مثل السنسيبيليتي فيرتيكال هي الاشل كل كارو على الفيرتيكال بيرمز لكام فولت عندي اوكي هيدا هو السنسيبيليتي هي عباره عن اشل سواء فيرتيكال او اوريزونتال على الاوريزونتال عندي اشل وعلى الفيرتيكال عندي اشل مش الحال؟ مش الحال. اوكي. هلا مفهومين هول الاثنين ديفينيسيون دو لا تنسيون الترناتيف سينوزويدال والفالور افيكاس مفهومين؟ استاذ بس فيك ترجع تعيد الفالور افيكاس؟ لا فالور افيكاس دون تنسيون الترناتيف سينوزويدال سي لا فالور دو لا تنسيون كونتينو ركزوا منيح كي بروفوكري او بورن دو ميم كوندكتور اوميك ميم كوندكتور اوميك le dégagement de la même quantité de chaleur pendant le même intervalle de temps. شربك شوي ها مش واضحه كثير استاذ يلا باقي شوي هودي نمشي طيب لو جبنا كوندكتور اوميك رليي
aux bornes d'un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale. طبعا هون نسيت لكم انه ما بعرف اذا حافظينها الاي افيكاس بنعبر عنها باي بدون اضافات او بنحط محد حدا اي بس نشوف اي بدون شيء او اي اي هني اي افيكاس هاي ايجال الاي ماكسيمال اللي قسناها على الاوسيلوسكوب ديفيزي بار راديكال 2 هاي مش لكل التنسيون الاي افيكاس بس للالترناتيف شو سينوزويدال حصرا تبهتوا يعني مثلا للالترناتيف تريونجولار تطلع راديكال 3 يعني ماكسيمس راديكال 3 مش مطلوب مني احفظهم بس مطلوب مني احفظ تعيد الالترناتيف سينوزويدال فاذا الاي افيكاس تختلف من شكل تنسون لشكل ثاني نرجع للفالور افيكاس دو لا تنسيون او بون دو كوندكتور اوميك كونسيديرون ان كوندكتور اوميك دو ريزيستانس جران ار ريليي او بون دو جينيراتور ديليفران اون تنسيون دو فالور ماكسيمال عنده اي ماكسيمال 311 فولت لو كوندكتور اوميك او La température du conducteur ohmique s'élève de 20 degrés, par exemple Celsius, à 100 degrés Celsius. Combien de degrés? À delta fa'it? Min 20 à 100? 80 degrés Celsius. Pendant 40 ou 30 minutes. Pendant 30 minutes. Azam, amen sakhnou. خلال 30 دقيقة ارتفع درجة حرارته من 20 ل 100 يعني 80 ديغري سيلسيوس 80 درجة. بوندون لو ميم انترفال دو تون. هلا فإذا هيدا الكوندكتور رفعنا درجة حرارته ل 80 ديغري بوندون 30 مينوت. اون ريليون لو كوندكتور ا ان جينيراتور ديليفرون اون تنسيون الترناتيف سينوزويدال. دو فالور ماكسيمال 311. Considérons le même conducteur ohmique, mais dans ce cas, relié à un générateur délivrant une tension continue. C'est la résistance R qui élève sa température de 20 degrés Celsius, le même conducteur ohmique, à 100 degrés Celsius, yani de 80 degrés Celsius, pendant 30 minutes. Pour élever la température du même conducteur ohmique pendant le même intervalle de temps, le dégagement de la même quantité de chaleur, on a besoin d'une tension continue de valeur de 120 volts. Cette tension, le courant continu, elle est la résistance, نفس درجة الحرارة بنفس الوقت. نفس الكوندكتور اوميك بيسخن نفس درجة الحرارة بنفس الوقت. هاي الفالور لا تنسيون كونتينيو كي بروفوك لي ميم افي سور لو كوندكتور بوندون لو ميم انترفال دو تون ات ابيلي فالور افيكاس دو لا تنسيون الترناتيف. وضحت هلا؟ مش خالص. ايه بس ليه 311 وهون 220؟ لانه هيدي ما بتبقى 311، هي 311 بالسومي بس، يعني لما بتكون على الماكسيموم، صح؟ هي ما بتضلها كونستانت، يعني بتوصل لمرحله بتصير التنسيون زيرو، اوكي؟ زيرو 1 2 3 4 311 بترجع بتنزل 200 زيرو موانز 1 موان 2 موان 3 موان 311 انسي دو سويت بتطلع وبتنزل، بينما هون التنسيون بتبقى هيدي الاكسيدون بتبقى كونستانت على طول الخط. عشان هيك هون بدي تنسيون اقل لحتى تسخن نفس درجه الحراره بنفس الوقت. مش الحال؟
ايه استاذ مش الحال. حدا عنده اي سؤال بعد؟ اوكي. اذا بتجربوا تقسموا 311 على 220 شوف شو بيطلع معكم. هيطلع راديكال 2 لانه هاي اي ماكسيمال على هيديك سميناها اي افيكاس. اوكي تطلع راديكال 2. اوكي مش الحال. ننتقل لشيء ثاني. لوسكو اي ايجال اي ماكسيمال سينوس اوميجا تي بلس في. عم نحكي نحن عن كورون الترناتيف سينوزويدال مثله مثل التنسيون الترناتيف سينوزويدال. اي ايجال اي ماكسيمال سينوس اوميجا تي بلس في. اي ايجال اي ماكسيمال سينوس اوميجا تي بلس في. هاي بنسميها كورون الترناتيف سينوزويدال. كمان هاي اللي تحت تنسيون الترناتيف سينوزويدال. هاي في رح سميها في بريم لانه ما ضروري يكون نفس الفي. بينما الاوميجا هون والاوميجا هون هي ذاتها نفس الفالور. يعني 100 بي 3 بي 2 بي اللي هن اوميجا كونستانت بالحالتين. ونحن ما بناخد الا اذا كانوا الاوميجا هن ذاتهم. يعني ولا مرة بناخد اوميجا مختلفين عن بعضهم. دايما نفس الاوميجا بس الفي ممكن تختلف. الور. هلأ طبعا هون هايدي يلي هون رح حط التسميات عجنب. هاي فالور افكاس دولا تنسيون بنعرفها. هاي فالور ماكسيمال دولا تنسيون كمان بنعرفها. بيبقى عندي بس هاي الاوميجا تي بلس في او بلس في بريم. حي الله شو بنسميهم هول؟ الاوميجا هي بلساسيون. طيب اوميجا تي بلس في بنسميها ديفازاج الانستان تي.
طيب الفي لحالة شو منسميها؟ هي ديفازاج à l'origine de temps. شو يعني à l'origine de temps؟ يعني at égal 0. حطوا محل t 0 فوق بتصير الأوميجا t plus phi égal phi. عشان هيك منسميها déphasage à l'origine de temps. الأوميجا 0 منسميها pulsation هول تسميات. طيب سي في إيجال في بريم on dit alors que I et U sont en phase. يعني إذا أول وحدة هيك شو يعني on phase؟ لنفترض هيدي الـ U هيدا شكلها مش ضابطة كتير إذا هاي الـ U شكلها هيك الـ E كيف بيكون شكلها؟ من تحت لحالها نفس الشيء لأنه on phase تبعتوا كيف؟ هلأ هون رسمتها ما بتدل إنه هي أصغر أو أكبر ما في مقارنة بين الـ E والـ U أوكي؟ هون هني فإذا هيك بيكونوا on phase يعني بيطلعوا مع بعض وبينزلوا مع بعض وبيوصلوا على الماكسيموم والزيرو مع بعض بنفس الوقت هاي زيرو هاي ماكسيموم هاي ماكسيموم بنفس الوقت هاي زيرو وهاي زيرو اثنيناتهم زيرو مع بعض اوكي فإذا دائما بيطلعوا مع بعض وبينزلوا مع بعض اوكي هيك بيكونوا on phase دائما on phase مثل شو on phase Exemple, U de la résistance. Je vous dis U de la résistance. R fois I. R fois I. OK, R fois I. Et si on va le R fois I, je vous dis que c'est R fois I maximal. Cosinus, omega T. Omega T, plus phi. شو طلع معي هون أوميجا تي بلس في مثل هاي هاي أوميجا تي بلس في وهاي أوميجا تي بلس في يعني نفس الفي بيناتهم فإذا بكونوا أون فاز ماشي الحال ودائما دائما دائما نعم لا يعني كونسول ريزيستانس اي ار دائما دائما أون فاز افيك اي دائما عشان هيك نحن بنقول يو ار اذا مذكرين بالاكزرسيس الاخير تقريبا يو ار ليماج دو اي تذكرتوا الاكزرسيس الاخير بيشبهوا بعضهم الاي بتطلع وبتنزل سينزويد او حتى لو كانت اكسبونونسيال الاي لا ريزيستانس والاي عندهم ميم الور تذكرتوا الاكزرسيس الماضي اللي اشتغلناه بالكوندنساتور الكوندكتور اوميك الاي لا ريزيستانس بلشت تنزل من فوق لتحت مثل الكورون والكورون بدي شارج شو عمل؟ عمل هيك صح؟ هاي الاي لا ريزيستانس هيك بتكون مثل الاي نفس الشيء الانتنسيتي بتشبهها لانه في كونستانت بيناتهم ار قلنا كونستانت بري وسالنا هيك سؤال قلنا pourquoi UR représente l'intensité du courant قلنا car UR égale R fois I et R égale constant donc à constante près
ار اي ليماج دو اي. طيب هلا سي دو سي في بلو جران كو في بريم. اذا الفي اكبر من في بريم، الفي تعيت مين؟ تعيت الكورون صح؟ هي في تعيت الكورون اكبر من في بريم. الور فينا نقول عنه الانفاس شيء؟ لا طبعا. دون سو كا اي et on avance de phase, c'est bas. Sur U. On avance de phase sur U. C'est ce qui se passe avec le condensateur. Si le circuit est un condensateur, il y a l'I ou l'U en U تعيد الكوندنساتور هني on avance de phase. الإي on avance de phase. طيب كيف يعني on avance؟ لنفترض إنه هاي اللي بدي ارسمها هلا أو اللي عم برسمها هي الإي. هلا بنشوف الإي كيف لازم تكون. انسي الأسود. إذا قلنا هاي الإي لا ريزيستانس او اي مش الى ريزيستانس اي. طيب الاي كيف بتكون اون افونس؟ كيف بتكون سابقيتا؟ بتكون هيك سابقيتا. ما لازم توصل لنفس الفالور، نفس الفالور اللي فوق قد اللي تحت. أنا سين زويدة. أوكي. فإذاً هيك حتى لو كانت هيدي محطوطة من تحت هيدي هيك مكفيها لتحت. هاي الإي أو الإي الانتنسيتي. اي اون ريتار سور اي متاخره عن الاي لا ريزيستانس. انتبهوا مش انه سبق يعني انه هيدي هي قدام، هي اللي قدام بتكون اخذت وقت اطول. اوكي هذا الاكس دو تون عاده مش هيك. مين الاون افونس؟ الاي هون ارسمنا الاي لا ريزيستانس اون افونس. اذا خليني اقلبهم بس اللي اون افونس هي الاي مش الاي. اوكي هاي اللي بالاحمر هي الاي. وهاي الاي. فإذا اي اون افونس سور اي، الاي اللي بالاسود هون اون افونس، ليه؟ لأنها وصلت على الماكسيموم قبل ما توصل هاي، أخذت وقت أقل لتوصل على الماكسيموم، هاي أخذت وقت أطول لتوصل على الزيرو أو على الماكسيموم، هاي أخذت وقت أطول لحتى توصل على الماكسيموم. فإذا اي اون افونس سور اي، هاي الاي يلي هون اللي بالاسود والاي يلي بالأحمر، أوكي؟ يعني برون أريف أو ماكسيموم أفون، بنقول نحن اي arrive au maximum او على الزيرو او حيلا شيء avant U لانه وصلت على الماكسيموم قبل. فاذا بتكون سابقيتها هون استغرقت وقت اقل، مش انه لانه هيدي قدامها معناتها سابقيتها، اللي قدامها بتكون متاخره عنها لانه اخذت وقت اطول لوصلت. اسكي لات كيستيون لحد هلا ماشي الحال؟ وي استاذ ما فهمت كثير، ما فهمت مين سابق مين. ايه اللي بالاسود سابقه اللي بالاحمر لانها وصلت على الماكسيموم قبل ما توصل هيديك. اوكي دائما اذا عم تتسابق انت ورفيقتك اللي بيوصل قبل اللي بياخذ وقت اقل بيكون هو اللي سابق صح؟
هاي أخذت وقت أقل لتوصل على الماكسيموم من اللي بالأحمر. أوكي؟ فإذا اللي بالأسود هي سابقة اللي بالأحمر. يعني E on avance sur E. E on avance sur E. سابقة الـ E. مش الحال؟ إيه. أوكي. يعني مين بيكون أطول؟ لفوق ما في مشكلة، من مكان ما مش مهم اللي فوق، مهم بالأوريزونتال. انتبهي مش إنه سابقيتها معناتها أطول منها، لا. إيه أنا قصدي بالأوريزونتال مين بيكون أكثر قريبة للتون؟ هاي اللي هون طلع الليل. مش وصلت هاي الماكسيموم هون قبل ما توصل هاي على الماكسيموم، خدي بنفس البريود. أوكي؟ خلال نفس البريود لنقول مثلا أخذت لعلمة بالأخضر، خلال نفس البريود هاي من هون لهون هذا بريود كامل صح؟ تعيد أول واحدة اللي بالأسود، شوفي هاي واصلة للزيرو قبل هاي، هي بالأول، وهاي واصلة للماكسيموم قبل هاي، مش الحال؟ ايه مش الحال. ميرسي. اوكي اهلا وسهلا. تروى سي في بلو بتيت كو في بريم، فاذا اي اي اون ريتار دو فاز. طبعا فينا نقول اي اون افانس او اي اون ريتار دو فاز سور اي، يعني بعكس هون، يعني اقلبوهم، اللي كانت اي حطوها اي واللي صار كانت اي حطوها اي، مش الحال؟ كمان بالنسبه لهاي هلا بيبقى كيف بدي اجيب هذا الفرق بالديفازاج الفي، كيف بجيبه انا؟ بنقول شاك بيريود انه 2 بي راديون، شاك اون بيريود مثل العادي، اون بيريود يعني دوره كامله روتاسيون، بوندون اون بيريود عندي 2 بي. طيب الديفازاج هذا الفي بوندون ان انترفال دو تون بيتي تي، وقت من هون لهون هذا الفرق بيناتهم بالوقت اسمه تي، شيك هي من هون لهون هو ذاته هيدا الوقت، هون هو ذاته هيدا، او هو ذاته هيدا اللي هون، او هو ذاته من هون لهون، حيلا دو بوان هول، حيلا دو بوان ورا بعضهم. اوكي من اول واحد للتاني. هذا البيتي تي معروف قد ايه؟ طبعا اذا كانت البيريود شو هي اكس فوا، او بنسميها جروند دي بدل اكس، رح نسمي جروند دي يعني عدد الديفيزيون الكبير، فوا سنسيبيليتي اوريزونتال، بينما